بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نستفتح هذا اللقاء بتفسير سورة العصر في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة، سورة العصر، لها شأن عظيم، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر وهو الوقت، لأن الوقت ثمين، والله لا يقسم إلا بشيء له قيمة وله شان. فأقسم بالعصر الذي هو الوقت لما له من القيمة العظيمة في حياة المسلم إذا حفظه، فقال سبحانه: والعصر، والله يقسم من خلقه بما شاء، وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أقسم بالعصر، وجواب القسم إن الإنسان، يعني جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، أي خاسر هذا الوقت، يخسر هذا الوقت الذي هو حياته، أيخسره يوم القيامة، إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى: الذين آمنوا بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، آمنوا به ربا ومعبودا، آمنوا، وهذا هو العلم كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن الإيمان هو العلم. للذين آمنوا، هذه واحدة. ثانية: عملوا الصالحات، لا يكفي الإيمان بدون عمل، ولهذا قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحة. الصفة الثانية: تواصوا بالحق. فالمسلم لا يقتصر على نفسه، وإنما عليه أن يدعو إلى الله، وأن ينشر الخير، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقتصر على نفسه. تواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. ولما كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس الخير يحتاج إلى صبر، قال جل وعلا: وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس الخير يحتاج إلى صبر لأجل أن يستمر، لأن هذا فيه مشقة، فلا بد من أن يصبر الإنسان، وفيه أجر عظيم إذا صبر. فما ينجو من الخسارة
إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: آمنوا واحدة، عملوا الصالحات ثانية، تواصوا بالحق ثالثة، وتواصوا بالصبر. والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يقول السائل: يا شيخ، هل يشترط التلفظ بنية الجمع بالنسبة للصلوات؟ وهل يشترط وجود نية للجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من نية الجمع عند افتتاحهما والسلام من الأولى. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج، والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا، كما نذكر أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وفي محيطنا الشرعي، وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التلفزيون وأن يسمعنا عبر الهاتف. ما رأيكم يا شيخ في تعجيل مؤخر الصداق؟ نعم، تعجيل مؤخر الصداق عند كتابة العقد؟ لا بأس بذلك. الصداق إما أن يدفع جملة واحدة، وإما أن يؤخر كله أو يؤخر بعضه، لأنه حق للزوجة على زوجها العاقد، فإذا رضيت بذلك فلا بأس بتأجيله كله أو بعضه. نعم. يقول السائل سوداني ومقيم بالرياض: فضيلة الشيخ، ما الدليل على عموم الرسالة المحمدية الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختصه بأمور، منها أن النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. نأخذ إبراهيم من الحوطة. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الخير استاذ عبد الكريم. مساء الخير الشيخ صالح. الله يحييك. تفضل ابراهيم. انا سؤال يا استاذ الكريم، بس ابي نصيحه من الشيخ لبعض الناس اللي يقنط او ييأس من رحمه الله، يعني احسنت. وش نصيحه الشيخ لمثل هؤلاء اللي يقنطون ييأسون من رحمه الله؟ شكرا ابراهيم. شكرا. ننصحهم بقوله تعالى: ومن يقنط من رحمه ربه إلا الضالون. فلا يقنط من رحمة الله إلا الضال. والمسلم يرجو رحمة الله مهما كان عمله وتقصيره، فإنه لا يقنط من رحمة الله، كما أنه لا يأمن أيضا من مكر الله. يكون المسلم بين الخوف والرجاء، لا يكون يرجو فقط ويكون من المرجئة، ولا يكون يخاف فقط فيكون من الغلاة، من الغلاة من الخوارج وغيرهم. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم. نعم، الفأل لأنه أمل تأميل للخير، والإنسان يؤمل الخير ويحسن الظن بالله عز وجل ويحسن الظن بإخوانه المسلمين. أما التشاؤم فهو طيرة، لأنه ظن الشر، اعتقاد الشر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، هناك سائل يقول: بعض الناس في المسجد يتهاون في تسوية الصفوف، فمنها المتقدم ومنها المتأخر، هل تجوز الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الصلاة تجوز، لكن يجب على الإمام
أن يهتم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالصفوف ولا يدخل في الصلاة إلا بعد أن يطمئن على اعتدال الصفوف وتمامها، كان يحث على الاعتدال والمحاذاة بالمناكب والأكعب، ويأمر بوصل الصفوف وعدم قطعها. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ الرواتب التي مع الفرائض يقضيها، نعم يقضيها، لأنها سنن مؤكدة وهي مكملة للصلاة إذا حصل فيها نقص، فيقضيها إذا فاتت. نعم. يقول: دعاء الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هل هو خاص بإفطار رمضان أم يشمل أيام التطوع الخميس والاثنين؟ الدعاء هذا عام، إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عام، الإفطار من صوم الواجب والإفطار من صوم القضاء والإفطار من صوم التطوع. نعم. يسأل يقول: يا شيخ، هذا السائل: ما المقصود بقميص أو لباس قميص الشهرة، وما هي أنواعه وما حكمه؟ لباس الشهرة ما خالف ما عليه المجتمع السني الذي يعمل بالسنة، فإذا خالف لباس أهل السنة فهذا الشهرة لبس لباسا يخالف ملابسهم، فهذا الشهرة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما المراد بالآية الكريمة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ السماء جميع السماوات السبع بناها بأيد، أي بقوة، المراد بالأيد هنا القوة. واذكر عبدنا داود ذي الأيد، أي ذي القوة، والتأييد هو التقوية، فالمراد بالأيد هنا القوة وليس هو جمع يد. نعم. أبو عائشة من الطائف، تفضل أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحبكم في الله. تفضل الله. سؤالك يا أخي. عندي سؤال يا شيخ، حول انتشر عندنا في القرى ما يسمى بالرقية الشرعية، يحطون اللوحات يجمعون الناس يبخون عليهم ما، ويقول أنت يا حرم هذه معك نظرة، وانت هذه مسحوره، وانت هذه مدري شويته، وبدل الحريم يتحدثون مع بعضهم، ان الشيخ يقول ان بعضهم متوسط، بعضهم حتى ما معه الا ساده، وطال عمرك، ويحطونهم عند الباب غرفه يحطون فيها عسل، يحطون فيها ماء ب10 ريال القرور، هي بنص ريال يحطونه، المهم واحفظ الله لهم يا شيخ، وانتشارهم في القرى ولعبهم على الناس العامه. شكرا شكرا. نعم نعم. ايش السؤال؟ يقصد يا فضيلة الشيخ، هناك من يقومون بالرقية وليس عندهم علم شرعي، ويتجمع الناس حول هذا الراقي، فما هي شروط الرقية والذهاب إلى هؤلاء الراقين؟ شروط الرقية: صحة العقيدة أولا، بأن يكون من أهل التوحيد والعقيدة السليمة، ثانيا أن يكون عنده علم بالرقية، ثالثا أن تكون الرقية باللغة العربية التي تفهم، لا تكون بلغة أجنبية، رابعا أن يعتقد أن الرقية سبب من الأسباب، وليست الرقية هي التي تشفي المريض، وإنما هي سبب من الأسباب، فيعملها ويتوكل على الله ويرجو نفعها. نعم. يسأل عن كتاب بلوغ المرام. شيخ، كتاب نفيس جدا، لأن المؤلف ابن حجر رحمه الله جمع فيه الأحاديث أدلة الأحكام الفقهية، بداية من الطهارة إلى آخر الجامع، فيها أحاديث جامعة في الآداب والأخلاق، فهو كتاب نفيس، وهو الذي بأيدي الناس اليوم، غالب الناس
يقرؤون في بلوغ المرام لاشتماله على الأدلة من الكتب الستة والكتب التي يصح الاستدلال بها أو يجوز الاستدلال بها. نعم. يقول السائل من الرياض: ما هي مؤلفات الزركشي وهل هو مختص بالتفسير؟ نعم. الزركشي مؤلفاته هل هو مختص بالتفسير؟ الزركشي اسم مشترك، هي الزركشي الحنبلي. نعم. وفي الزركشي آخر هو الذي يعنيه السائل. نعم. فهذا يعني معتن بالمصاحف، له كتاب المصاحف والقراءات والقرآن، فهو إمام جليل. نعم. أبو حمد من الأحساء، تفضل أبو حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكسر التلفزيون أبو حمد، اكسر إن شاء الله بطلع منه طال عمرك. عندي سؤال يا شيخ في الصلاة. لم في تردد أبو حمد الآن، اكسر التلفزيون شوي. طلعت منه الله يجزاك خير. تفضل تفضل. طال عمرك إذا دخلت في الصلاة، أنا مأموم دخلت في الصلاة متأخر، فسلم الإمام وقمت للصلاة، يجي بعض الأخوة متأخر يدخل معي علشان يتم الصلاة كجماعة، هل يجوز؟ طيب شكرا. والله الأحسن أن ينتظر حتى يأتي من يصلي معه من المتأخرين ويصلي معهم، ولا يدخل مع إمام مع مأموم قد سبق بكان مأموما، والمأموم لا يتحول إماما إلا بالاستخلاف كما هي المسألة المعروفة. نعم. السؤال الثاني أبو حمد، السؤال الثاني يا شيخ: حث الوالد أو الوالدة على ابن المتكرر، والله أنت أفعل كذا، ولا يعني أطفال، هل يعتبر عليها شيء ولا يعتبر؟ شكرا. هذا من هذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإذا قال لا والله وبلا والله ولم يقصد عقد اليمين فإنه لا يثم عليه، هذا من لغو اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل مصري مقيم بالرياض: ما رأيكم في ترك الأخذ بالأسباب، وما حكم الأخذ بالأسباب في حياتنا اليومية؟ الأخذ بالأسباب مأمور به، أمر الله جل وعلا بالأخذ بالأسباب، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، يلبس المغفر ويلبس الدرع في الجهاد، كان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، فلا يكفي أحدهما دون الآخر، فلا يكفي التوكل على الله بدون أخذ الأسباب، ولا يكفي الاعتماد على الأسباب مع ترك التوكل على الله، لا بد من الجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، كيف تكون المحبة الخالصة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وما واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم واجباتنا كثيرة. أولا محبته صلى الله عليه وسلم، أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثانيا محبته أكثر من محبة النفس والأهل والولد، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لأنه رسول الله الذي أرسله إلينا هو قدوتنا، ثانيا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤمن به ويحبه ويتبعه ويقتدي به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: أنا تزوجت منذ سنة، ولكن هذه الزوجة التي تزوجتها عندها غيرة شديدة من والدتي وأخواتي في البيت، ودائما أعنفها وأقوم الحقيقة بهجرها، هل عملي صحيح؟ نعم، إذا كانت الزوجة لا يعني يحصل منها ارتياح مع وجودها مع أمك وأخواتك، أجعلها في بيت مستقل،
اجعلها في بيت مستقل مع بقائك مع والدتك والبر بها والإحسان إليها، لأن لها عليك حق السكنة والنفقة والعشرة والمبيت، هذا من حقوق الزوجة عليك. وإذا استطعت أن تصلح بينهما فهذا أمر طيب. نعم. عبد الله من مكة المكرمة، تفضل يا عبد الله. عبد الله اكسر التلفزيون شوي، اكسر التلفزيون. تفضل عبد الله. فضيلة. نعم. الشيخ بنت الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. نحبك في الله. هل يجوز الصدقة من الضمان لأجر؟ كيف؟ أعد السؤال يا عبد الله. صدق لو صدقت من الضمان هو الدخل المحدود علينا. طيب شكرا. نعم. يقول بأنه يأخذ من الضمان، إذا تصدق من هذا الضمان الذي يأخذه هل يؤجر عليه؟ نعم، إذا أخذته موافقا للنظام، إذا أخذته لأنه ينطبق عليك النظام فلا بأس، هو مالك تتصدق منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في الآية أدعوا ربكم تضرعا وخيفة، وفيه آية أخرى وخفية، ما معنى الآيتين؟ الخيفة الخوف من الله عز وجل، والخفية الإسرار، الإسرار بالدعاء. نعم. عند التطهر يقول يا شيخ هل لابد من الدلك للوضوء وخصوصا في الجنابة؟ المطلوب وصول الماء إلى الأعضاء وإلى الجسم في الاغتسال، ما يبقى شيء لم يصل إليه الماء، وإذا حصل مع وصول الماء دلك فهذا أبلغ، هذا من المستحبات في الوضوء. نعم. يقول المريض الفاقد الوعي وهو على السرير فضيلة الشيخ وفي شبه غيبوبة، نحن الأبناء معه نذكره بالصلاة فيهز رأسه، فنقول يا والدي صلي فيهز برأسه، هل يكفي هذا مع أنه في حالة غيبوبة؟ حالة الغيبوبة لا تجب عليه الصلاة حتى يفيق. رفع القلم عن ثلاثة، المجنون ومنهم المجنون حتى يفيق، وهذا الذي فيه إغماء هذا وذهبت يقظته هذا مثل المجنون، ليس له عقل، لا تجب عليه الصلاة حتى يصحو، ويؤمر بالصلاة إذا صح، أما ما دام في الغيبوبة فلا يؤمر بالصلاة. نعم. محمد من جدة، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أكلم الشيخ. تفضل الشيخ. الله يحفظك، أنا قريت عن الوضوء أن الوضوء بعد الغسل من الجنابة لا ينتقض إذا جامع مرة أخرى، ما صح هذا الكلام؟ إيش يقول؟ أعد سؤالك يا أخي. شيخ أنا قريت أن الوضوء بعد الغسل من الجنابة لا ينتقض إلا إذا جامع مرة أخرى. الوضوء بعد الغسل الوضوء ينتقض بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء معروفة، إذا حصل منها شيء انتقض الوضوء. طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، أنا دائما أفتح اليوتيوب للأدعية، كانت في الحرم في صلاة التراويح المكي أو أي صلاة أدعي فيها وأمن معه، هل يجوز الشيء هذا؟ نعم. أنا دائما أفتح اليوتيوب وأسمع أدعية للحرم، أدعي أي أدعية، أريد أن أأمن عليها مش شرط ما تكون مباشرة يعني. اسمع الإجابة، اسمع الإجابة. ماذا يقول؟ ما فهمت سؤاله. يقول أنني أخذ بعض الأدعية من الكمبيوتر أو اليوتيوب يا فضيلة الشيخ وأدعو بها. إذا كانت أدعية صحيحة موافقة للكتاب والسنة فلا بأس، تأخذها من كتاب من المسجل، من إذا كانت أدعية صحيحة واردة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل تسقط السنن الرواتب إذا سافرت مثلا لمدة شهر؟ هل إيش؟ يقول السنن الرواتب إذا سافرت لمدة شهر أو أكثر هل تسقط الرواتب؟ راتبة الفجر لا تسقط لا حضرا ولا سفرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها،
أما بقية الرواتب إذا قصر الصلاة فلا يأتي بها، إذا صح منه القصر وقصر الصلاة لا يأتي بالرواتب. قال ابن عباس رضي الله عنه: لو كنت مسبحا، أو ابن عمر قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا نافلة لأتممت الصلاة الفريضة. نعم. يقول في الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أيهما أولى في الآية، الإسلام أو الإيمان؟ أولا الإسلام، ثم بعده الإيمان، ثم بعده الإحسان. الدين على ثلاث مراتب: الإيمان، الإسلام أولا وأركانه خمسة، والإيمان وأركانه ستة، والإحسان وهو أعلاها وركن، وهو ركن واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صلينا ونحن في طريقنا إلى مكة إلى غير القبلة في الليل عندما دخلنا البر، فما الحكم في تلك الصلوات وتبين أننا إلى غير القبلة؟ إذا لم يكن عندكم دلائل للقبلة لا ولا مساجد، فإنكم تقتدون بالنجوم وبالعلامات التي تدل على القبلة. فإذا بذلتم مجهودكم واجتهدتم وصليتم حسب اجتهادكم فصلاتكم صحيحة. قال الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال بعض المفسرين أو كثير من المفسرين إنها نزلت في السفر، إذا اجتهد المسافر وتحرى إصابة القبلة وصلى ثم تبين بعد صلاته أنه على غير القبلة فصلاته صحيحة لأنه بذل وسعه. نعم. أبو عبد الله من الخرج، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول: أنا سبق تقدمت على صندوق التنمية العقاري، وطبعا ولكن أملك أرض، بمساعدة أحد المكاتب العقارية أخذ مبلغ وأفرغ أحد الأراضي باسمه إلى اسمي وتقدم بالصندوق. وقتها لكن ما كنت أدري أن العملية هذه حرام، فسألت وقالوا أنه حرام وكذا، فما كنت أدري. الآن أملك أرض الحين، هل الآن لو نزل اسمي في صندوق التنمية يحق لي أخذ القرض ولا ألغيه؟ طيب يجاوب الشيخ. والله يا أخي القرض العقاري له نظام، إذا كان النظام لا ينطبق عليك وخدت أو نزل اسمك وأنت وهو ما ينطبق عليك، راجع المكتب العقاري والضمان العقاري وتفاهم معهم. نعم. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني: زوجتي أيام الدورة أيام النفاس أكرمك الله يا دكتور يا شيخ انقطع عنها فترة، ثم جتها صفرة ورجع الدم، لكن الفترة اللي انقطع فيها هل هي يجب عليها الصلاة؟ فما أدري يا شيخ. نعم الفترة التي انقطع عنها الدم تصلي فيها وهي في عدة النفاس، لا لأنها تعتبر طاهرة. فإذا عاد عليها يعني في الأربعين، إذا عاد عليها في الأربعين فإنها تجلس. نعم. شكرا أبو عبد الله. فضيلة الشيخ يسأل عن كتاب تفسير الجلالين الشيخ، وما هي أفضل هذه التفاسير المختصرة؟ تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي شيخه، هذا معنى الجلالين، لأنه مجموع من تفسيرين: تفسير الجلال المحلي والجلال السيوطي، وهو تفسير مختصر ومفيد أيضا، وإن كان عليه بعض الملاحظات في الصفات ولكن يستفاد منه في ذلك. ومن الكتب المختصرة تفسير البغوي رحمه الله، وهو تفسير مختصر وجيد وموثوق لأنه من أهل السنة والجماعة رحمه الله. نعم. يقول السائل: هل لابد من تغيير مكان الفريضة عندما أرغب في أداء السنة لأن الأرض تشهد لك؟ نعم. يقول: عندما أؤدي الفريضة هل أغير مكاني عندما أريد أن أؤدي صلاة
السنة الراتبة من مكان إلى آخر، يقول بأن الأرض تشهد لك. الصحيح أنك تؤدي النافلة في المحل الذي أديت فيه الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. إدراك المسافر مع الإمام المقيم في الركعتين الأخيرتين، هل يسلم معه بنية القصر إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم؟ لا لا، ما يسلم معه. إذا صلى خلف من يتم الصلاة يجب عليه الإتمام، فإذا أدرك ركعتين فلا بد إذا سلم الإمام أن يأتي بالركعتين اللتين فاتتاه، يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقوم له بعد الإمام آخر صلاته. المهم أنه يتم الصلاة إذا أتم بمقيم ولا يقصر خلف المقيم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. أبو عبد العزيز، تفضل يا أبو عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. مثلا الشيخ عندي كم سؤال كذا. تفضل مختصر لو سمحت. بالنسبة للسؤال الأول، الوالد هو صاحب يعني صلاة وصاحب دين وصاحب قرآن، لكن المشكلة أنه يجي في الليل يجي حلوم وكوابيس مزعجة، فما أدري السبب. الوالد سوينا له رقية وسوينا له كل حاجة وهو يعني ما يحتاج، هو يرقي نفسه، بس ما أدري سبحان الله العظيم إيش السبب، وصارت مزعجة له في النوم يعني تضايق في نومه كثيرا. يا أخي إذا بغى ينام يقرأ آية الكرسي كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الحمد لله. يقرأ آية الكرسي عند النوم. نعم. نأخذ السؤال الثاني. أنا الوالد يمكن يختم القرآن كل 5 أيام وسورة آية الكرسي والآيات كلها يقرأها قبل النوم، ولكن ما في فايدة صراحة. طيب شكرا. إيش؟ يقول بأن الوالد يكرر قراءة القرآن وآية الكرسي والأحاديث ولكنها تعاود هذه الكوابيس. أقول يقرأ عند النوم آية الكرسي ويتذهب عنه الكوابيس إن شاء الله. طيب. نعم. ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ لا يكره الإسراع في المشي، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. يقول السائل يا شيخ، قراءة القرآن في المسجد إذا بكرت أقرأه بصوت مرتفع، فبعض الناس يقول بأنك تشوش على المصلين. نعم، إذا كنت تشوش على المصلين فإنك لا ترفع صوتك، تراعي حق الآخرين ولا تشوش عليهم. نعم. إبعاد الصبي عن مكانه في الصف إذا بكر قبل كبار السن، هل يبعد؟ إذا كان الصبي يبلغ 7 سنين فأكثر فلا يبعد عن مكانه، يترك في مكانه يصلي فيه لأنه سبق إليه، صلاته مشروعة فلا يبعد. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة لأداء العمرة عن الطفل المشلول، هل تصل هذه العمرة إلى هذا الطفل يا فضيلة الشيخ لأنه لا يستطيع أن يتحرك؟ الطفل المشلول والمريض والعاجز يطاف به محمولا، يطاف به محمولا. أما بقية أركان الحج فكالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، فهذا يحضره هو، يبيت في منى ويبيت في مزدلفة ويقف بعرفة وهو مشلول أو مقعد، إلا رمي الجمار فإنه يوكل من يرمي عنه. نعم. تفضل يا أبو عبد الله من جدة. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. عندي سؤال واحد. تفضل. أختي طلقت طلقة واحدة يعني عليها. نعم. والله يا أخي الطلاق تراجع المحكمة فيه أو دار الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأذان في سفرنا في حق المسافرين، هل لا بد من رفع الأذان في حقنا؟
نعم، إذا أذنت فارفع الأذان في سفر أو في حضر، فإن رفع الأذان فيه أجر عظيم، ما يسمعه شيء إلا يشهد له يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك شخص إذا دخل المسجد رجع إلى مؤخرة المسجد ليتكي على الجدار ويترك الصف الأول، وعند الإقامة يأتي مسرعا. لا، أحسن أنه يجعل له مكان يعني في مقدمة المسجد، يجعل فيه شيء من يحمي عصاه أو ما أشبه ذلك يحميه له، ولا بأس أن يتأخر إلى مؤخرة المسجد لأجل أن يتكي. نعم. يقول: ورد حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أي نعم، يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الذكر الذي بعد الأذان، هل هي صحيحة يا شيخ صالح؟ الذي أعرفه أنها ما ثبتت، لكن إذا أتى بها فلا بأس. نعم، هي واردة لكن ما وردت صحيحة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما الأفضل للميت عند دفنه؟ ما العمل الصالح الذي يتبعه حفظكم الله؟ العمل الصالح الذي يتبعه العمل الصحيح المبني على الكتاب والسنة مع صحة العقيدة والإخلاص لله عز وجل، هذا الذي يتبعه. نعم. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في من يوصي إذا مات أن يدفن في مكان فلاني أو قرية فلانية؟ هل تنفذ هذه الوصية؟ ما يلزم تنفيذها، ما يلزم تنفيذها، لكن إذا نفذوها فلا بأس. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ وهل أول الوقت هو الأفضل؟ الأفضل أن تصلي مع الجماعة، تصلي مع الجماعة، إلا إذا صرت وحدك فالصلاة في أول وقتها أفضل. نعم. إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهلا منه فهل يعيد؟ لا بد من الإعادة. لا، من شروط صحة الصلاة الوقت، إذا صلىها قبل الوقت فهي غير صحيح. نعم. طارق من الرياض، تفضل يا طارق. السلام عليكم. مساء الخير. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل شيء؟ تفضل. إذا ممكن، أنا رحت سويت عمرة وكنت ناوي إني أسوي عمرة وأحرمت وطلعت للمطار وأنا محرم، فلما وصلت مكة صليت وبعدين دخلت، لما جيت عند الكعبة كانت والطواف كان زحمة بالحيل، وسبحان الله ما الله قسم إني أكمل العمرة ورجعت، وش علي؟ طيب اسمع الإجابة، اسمع الإجابة. لحظة. ما ترجع إلا إذا كملت العمرة يا أخي، لأن الإحرام لزمك فلا بد أن تؤدي العمرة، ترجع إلى مكة وتكمل عمرتك. نعم. السؤال الثاني يا طارق. طارق، السؤال الثاني أنه أبو زوجتي عمي شرط علي حجة، مهرها حجة، وللحين ما حجيت، صار لي حول السنة، ما في مشكلة ولا يعني عليها شيء ولا؟ بس إذا شرطت عليك الحجة فتفي بالشرط، المسلمون على شروطهم، فإذا شرطت عليك الحجة تنفذها عملا بالشرط. نعم. أحسن. طيب نختم هذا اللقاء إذن ونقول: شيخ، هل يزيد الإيمان وهل الإيمان ينقص؟ وما الأعمال الصالحة التي تزيد من الإيمان؟ نعم، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة، قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الباقيات الصالحات، قل سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم، يعني المنافقين، إلى بعضها أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون،
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا أدلة زيادة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى. وأيضا الحديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو ذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أدل على أن الإيمان يكون ضعيف بحيث يكون وزن حبة الخردل. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوتي والأخوات. رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر السادة المشاهدين على تواصلهم مع الشيخ. أشكر فريق العمل في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد يزيد الماضي، ومعي فريق العمل من المخرجين والفنيين. هذا زميلي ناصر البقمي. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.